هي نتيجة لمحادثات استمرت لسنتين وصلنا في نهايتها إلى تفاهمات مبنية على بعد الاتفاق الإيراني السعودي الذي هز المنطقة إقليمياً، فحظي بتعليقات وردود فعل عربية، وكان لافتاً حصوله بوساطة صينية التي تظهر مؤخراً على ساحة الإقليم السياسية خارجة من عباءة الاقتصاد، وهو الأمر الذي ربما قد أثار حفيظة الأمريكيين، فقد علقت أمريكا على دور الصين بالوساطة ما بين البلدين. وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بأنه جيد للغاية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: نحن ندعم الحوار والجهود الدبلوماسية وأي شيء من شأنه أن يعمل على تهدئة التوترات في المنطقة وربما يساعد على منع الصراع، وأضاف أن بلاده دعمت هذه العملية في كل خطوة. ولفت إلى جهود إدارة جو بايدن في المنطقة بما في ذلك اليمن والصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائلاً: على ما أعتقد لقد حققت تلك الجهود نتائج جعلت المنطقة أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً. وذكر: إذا غيرت إيران كنتيجة لهذا الاتفاق سلوكها واتخذت بالفعل خطوات لاحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، فسيكون ذلك مفيداً للمنطقة. وأجاب برايس على سؤال عما إذا كان نجاح الاتفاق بوساطة صينية يشير إلى تهميش دور الولايات المتحدة في المنطقة، قائلاً إنه يواجه صعوبة في تقبل لإمكانية استبدال دورنا، خاصة أنه لا توجد دولة على وجه الأرض بذلت جهوداً أكثر من الولايات المتحدة للمساعدة في جعل المنطقة أكثر استقراراً وتكاملاً. يذكر أن الرياض كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير عام 2016، ويوم الجمعة 2023 أعلنت السعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق في بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران بحسب بيان مشترك للدول الثلاث. ونشأ